ولؤي أمين مراسل أخبار الآن مشاهدينا ينضم إلينا الآن مباشرة من شرق مدينة الموصل بالتحديد من محور الخزر. لؤي أهلا بك معنا. إذن في اليوم الثالث من عملية معركة الموصل، ما الجديد حتى اللحظة وآخر المستجدات؟ مرحبا بكم. طبعا اليوم أنا على الساتر الأمامي في محور الخزر، هناك قوات كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب تقدمت لتحرير ناحية برطلة. مدينة برطلة هي مركز ناحية برطلة، تقع في على الشارع الرئيسي بين أربيل والموصل، لا تفصلها عن مدينة الموصل سوى 12 كيلومتر. هناك تحركات أيضا لتحرير قضاء الحمدانية اليوم، والمحاور جميعها شغالة. كنا في مؤتمر قبل قليل مع الفريق أول الركن طالب جغاتي، أكد أن المناطق سهل نينوى التي تحيط بمركز مدينة الموصل سيتم تحريرها في الأيام المقبلة، وكذلك أكد جهاز مكافحة الإرهاب أن دخولهم واقتحام مدينة الموصل ستكون قريبة جدا. نعم. برطلة والحمدانية لؤي، هل تضم مدنيين عالقين الآن داخلهما أم هما خاويتان من المدنيين؟ كما معروف أن برطلة والحمدانية هي من الأقليات المسيحية والشبك، وقد نزحوا قبل سنين ولا يوجد أي مدني داخل هذه المدينتين، لذلك سيكون تحريرها سهل جدا على القوات الأمنية. نعم. هناك مخاوف من استخدام داعش للسلاح الكيميائي، هل من إجراءات احترازية استباقية اتخذها الجيش العراقي لتفادي حدوث خسائر بين صفوفه؟ نعم، تكرار استخدام السلاح الكيميائي لأكثر من مرة في أكثر من محور، القوات الأمنية وخاصة قيادة مدينة نينوى أخذت كامل احتياطاتها من أقنعة، من ملابس واقية، هناك استعدادات كاملة للاستعمال الكيميائي ضدهم من قبل داعش، لأن داعش استخدم هذا السلاح في أكثر من مرة وفي أكثر من مكان، والاستعدادات كبيرة جدا لتفادي خطر هذه الأسلحة. شكرا جزيلا لك مراسلنا لؤي أمين، حدثنا من شرق الموصل من محور الخازر.